أكيد متواضعة أختي العزيزة، أكيد متواضعة، متواضعة جدا، وحاشا وحاشا حاشا لله وأن أكون متكبرة، باسكو أنا الناس أصلا يتكبروا، شغل يخلوني مدهوشة يخلوني حايرة هكا. من أخلاق الإنسان أنه يكون متواضع. ماذا صنعت لتتكبر؟ هذا الخلق خلق رب عظيم، ولا الرزق اللي عندك تسهيل من عند ربي، ولا عطاك حاجة ماشي بيدك قريب هكا تولي تتقلى تتعوج. لماذا التكبر؟ علاش يا ناس؟ علاش؟ علاش؟ تواضعوا، نتواضعوا شوية، نتواضعوا ونحسوا بالناس ونعيشوا معاهم ونعيشوا تجارب الحياة. نظن هذه أجمل حاجة تقدر تكون عند الإنسان. والله السؤال ما يحتاج كيسيون، بس ما تجيش من الخدمة باينة انتوما داعي زكالة باينة باللي انتوما هو الله أكبر. حد خلى عليا اليوم تليفون تغاشا، تليفون قالي سارة لا لا أمو قول في زوج مام هو يعني يسيبكم والله. تقول له تقول له صحيح مام هو في زوج في زوج. هاني بدلت رأيي، تخاف خوفي جري شوي شوي وخاف